سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. ماذا قال القرآن عن لغة الإنجيل الأصلية؟ بعض المسلمين بيقولوا إن الإنجيل اتكتب بلغة المسيح الأصلية وهي الآرامية. في شواهد كتيرة عكس كده. يسوع لأنه كان عايش في منطقة الجليل اللي كل أهلها من غير اليهود، وكمان لأنه سافر لمصر، كان بيتكلم عبري وآرامي واحتمال كمان يوناني ولاتيني. وتقريبا كل علماء النقد النصي يؤكدوا على إن الإنجيل أصلا باليوناني. ولحد ما يظهر دليل مادي واضح على إن الأناجيل أصلها أي لغة تانية غير اليوناني، نحب نعرف القرآن قال إيه عن لغة الإنجيل الأصلية. الحقيقة لا القرآن ولا صحيح الحديث قالوا صراحة أي شيء عن لغة الإنجيل الأصلية. لكن استنوا، غريب جدا إن القرآن استعمل كلمة إنجيل، ودي أصلا كلمة يونانية يوانجيليون، إيو بمعنى صار، أنجيليون بمعنى خبر. كلمة إنجيل ترجمتها العربية الخبر الصار، لكن القرآن ما استعملش الترجمة العربية، استعمل كلمة إنجيل اليونانية، وده أكبر دليل من القرآن على إن الإنجيل وثيقة أصلها يوناني. وليهوى إلهنا كل المجد والملك والكرامة.